السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلاس سیکنڈ, بک نمبر 4, پیج نمبر 2, تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے آج تلاوت. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, رضي الله عنهم ورضوا عنه, ذلك لمن خشی رب. اب میں جیسے پڑھوں گا ویسے ہی پھر میں آپ کو سنوں گا بھی. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية, جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, رضي الله عنهم ورضوا عنه, ذلك لمن خشي ربه. پوری صورت اب میں آپ کو یہ ایسے ہی سنوں گا بھی سب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.